السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التأمينات تكشف موعد صرف معاش إبريل 2021 والدفعة الأخيرة من العلاوات الخمس. خليكم معانا نشوف الخبر. ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. خليكم معانا. قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إنها ستبدأ صرف معاش شهر إبريل يوم الخميس المقبل، بالإضافة إلى صرف مستحقات الدفعة الأخيرة للعلاوات الخمس. وبحسب بيان صحفي اليوم الأحد، فإن تكلفة صرف المعاشات والعلاوات الخمس تقدر ب25 مليار جنيه، ويبلغ عدد أصحاب المعاشات الذين سيصرفون المعاش 10,500,000 صاحب معاش، فضلا عن 2 مليون و400 مليون مستفيد من مستحق الدفعه الاخيره للعلاوات الخمس. وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي في البيان انه ما زال العمل بنظام تقسيم عمليات الصرف الى 3 شرايح قائمه لتجنب التزاحم وخطوره الاصابه بعدوى كورونا. وسيبدأ صرف الشريحة الأولى والمقدر عددهم 2,400,000 الصرف بداية من صباح يوم الخميس المقبل، على أن يصرف باقي الدفعات تباع، ويمكن للمستفيد أن يصرف من خلال بطاقات الصرف الآلي أو كارت ميزة مهما كانت قيمة الصحقات. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.